انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم حفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك، واجعلنا من العالمين والعاملين بهم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير لسيدنا الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي الحزامي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: نتكلم في الفروع التابعة لمعرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمرة اللي فاتت تكلمنا في إيه؟ حد الصحابي، واختلف في حد الصحابي. حطيه هو هيجيب. جزاكم الله خير. خليه قريب بس وأنا هبقى. وتكلمنا على حد الصحابي واختلف فيه، ولكن الراجح قلنا لأنها كده اللي اشترط طول الصحبة ده مش هيبقى غير مثلا قول 100 ولا 1000 صحابة، واضح؟ ولذلك كان اختلاف في تعريف الصحابة اختلاف لفظي، فالشيخ البديوري قال: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أهل حجة الوداع كلهم 150,000 زي ما قال سيدنا الشيخ نور الدين، 150,000 صحابة، منهم 124,000 كانوا في حجة الوداع، فيبقى حدود الصحابة كده 150,000 صحابة اللي هم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتمع به. فالإمام البخاري معرف الصحابة، وده قول الجمهور، من اجتمع في من لقي، هو كلهم لقوا، ليس اللي اجتمعوا في حجة الوداع دول ما كلهم مش لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان 124,000 خلاص. فالعبرة من اجتمع يبقى صحابي، كان معاه في مكان معين واجتمع معاه، يبقى دول الصحابة. وإلا هنخرج من أصحاب الرواة ممن وردوا في الرواة، لو لم تأذن بهذا التعريف قد نخرج، ها؟ قالوا جرير بن عبد الله، زي ما قالوا جرير بن عبد الله ده حديث إسلام قوي، ما عملش غزوة ولا قعد معاه منه من اشترى السنة والسنتين، ها؟ وغزى معاه الغزوة والغزوتين، يبقى جرير بن عبد الله مش صحابي، ده حاجة عجيبة. رغم أن جرير بن عبد الله اللي بجري لا روى في البخاري وما إلى ذلك، روى هو كده ما تعرفوش صحابي، ولذلك القول التاني ده يكاد يكون باطل. قاعدين مناحرة في مناقشات في أصول الفقه، يقول لك لا دول مش صحابة، وواحد يقول لك لا ده في الصحابة منهم من ليس عادلا، ودي اللي احنا هنقراها النهاردة. خلاص، عن سعيد بن المسيب أنه لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وسنتين، وغزى معه الغزوة والغزوتين أو الغزوتين، فإن صح عنه، إن صح كمان عنه فضعي، ها؟ فإن مقتضى ألا يعد جرير البجلي، جرير بن عبد الله البجلي، ها؟ وشبهه صحابيا. طب إزاي بقى يعني ده منقطع ولا إيه في الرواية؟ ولا خلاف أنهم صحابة، ما فيش خلاف بقى في الإجماع هنا. يبقى قول سعيد بن المسيب، هم بيقولوا إيه ده، في من قال كده، هو في مناقشة، وعاملين مناقشة فظيعة في حاجة اسمها صفحة الأصوليين في الواتساب، فيقول لك لا ده قول في خلاف قول الجمهور، وناس قاعدين تناقش، انا عايزه تؤيد الراي ده، واحد يؤيد الراي ده. هنا لا خلاف انهم صحابه اجماعا، قول سعيد بن المسيب ده ان صح عنه، يعني في اولا كلمه الامام النووي ان صح عنه فضعيف، اولا ان صح عنه ان في كان الامام النووي يشير الى، لو قريت في تدريب الروايه كده، ان هذا القول منسوب لسعيد وليس صحيحا عنه، أو ليس متصل السند إلى سعيد، صح سند صحيح إلى سعيد. طب لو افترض أنه صح عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، نقول أنه قول ضعيف، بل أنه ولا لو أخذنا به هنخرج به البجلي سيدنا جرير وغيره من الصحبة. طيب، قال الثاني: الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. جميل، وأكثرهم. طيب، يبقى إيه ده الإجماع على إن الصحابة كلهم عدول؟ التاني اللي كان بيبحث معانا ده حتى هو خرج من المناقشة، كان عايزين يطردوه، خرج من المناقشة يقول لا مش كلهم عدول، في 12 واحد منافق وده في حديث مسلم. أيوة جميل، ال 12 منافقين دول اشتهروا وتعرفوا، الإمام الحافظ ابن حجر ذكر أسماءهم بالاسم، أسماء عجيبة كده، أسماء مقززة حتى، نفس أسماءهم، ها؟ ذكرهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، حاول يجيب اسم ال 12 واحد المنافقين دول،
في حديث في مسلم 12 منافقا. جميل. طب وفي من المنافقين دول أيضا عسى الله أن يتوب عليهم، خلاص، زي مثلا قالوا إن عيينة بن حصن الفزاري كان منافق، لكن في خلافة سيدنا عمر أو خلافة سيدنا عثمان صح وأصبح مش من المنافقين لدرجة ولاه الخلفاء بعض الولايات المالية، واضح؟ عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ابن بدر التميمي دول كلهم إيه؟ أصبحوا يعني إيه في الآخر زي ربنا ختم لهم بخاتمة السعادة والإيمان بعد أن كانوا في أول أمرهم المنافقين. الإسلام اشتهر واشتهر فجاءوا بيع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قلوبهم شيء، خلاص بعد كده استقر الإيمان في قلوب. نعم. من اتبعهم ثم رجع فهو يعتبر الصحابة حينا؟ إذا رجع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى مرة أخرى رجعت له الصحبة، كما فصل ذلك الإمام الباجوري في عند كلمة في الباجوري في أول حاشية الباجوري، فصل كده بتاع نص صفحة عن الصحابة، تعرف الصحابي وكده، قال إن رجع ولاقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فثبتت صحبته. قالوا فإن ارتد ثم عاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تثبت صحبته طالما أنه كان صحابي وكان مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في ثواب الصحبة اختلاف لمن عاد إلى الإسلام بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفق العهد، لكن لو عاد للإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد ردته يبقى صحابي ويثبت له الأجر كاملا أنه صحابي ويبقى داخل في رضا، كل دول داخلين في رضا الله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه. حتى الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول إيه؟ وقال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ولم يستثني أحدا، عشان شك كده الشيخ شر إيه؟ قال الثاني الصحبة كلهم الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به، حتى مين؟ حتى لذلك ألفوا كتب كتير جدا في نصرة سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، بل إن ذكره الإمام النووي من كتاب الوحي ومن أشد الناس من كتاب الوحي، وما حدش أيد أبدا من أهل السنة لام عليه شيء، لكن الشيعة لاموا وسبوا وما إلى ذلك، لكن أئمة أهل السنة قالوا إنه اجتهد والإمام علي اجتهد، فالاثنين اجتهدوا، فاجتهد وأصاب الإمام علي، فمن المجتهدين واحد مخطئ واحد مصيب على رأي الإيه المخطئ من أصول الفقه، فقال ده اجتهد وأخطأ ولكن اجتهد. طب ما السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وعليه السلام فاطمة الزهراء اجتهدت وأخطأت في مسألة الميراث، العلماء برضو أهل السنة قالوا إيه أن اجتهد وأصاب أبو بكر مسألة الميراث، واجتهدت سيدة فاطمة في مسألة الميراث وأخطأت، لا مانع مش معصومين، واضح، لكن عليه السلام أفضل من كل الناس، دي بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا هي مش معصومة من خطأ. وبعدين مش واحد ولا اثنين، ده في الآخر في عهد سيدنا عمر ستة رووا حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، رووا ستة من الصحابة، جم برضو سيدنا العباس وسيدنا علي لسيدنا عمر قال لهم أجيب لكم ناس رووا سمعوا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ميراث، إنما ده كله إيه صدقة للمسلمين، فكانت أموال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة للمسلمين إلا بعد طعامه أهل بيته أو زوجاته يعني. فده اختلاف، اجتهد الصحابة ومنهم من أخطأ ومنهم من أصاب، بس مفيش حاجة، لدرجة كل ما تبحث عن قصة فيها ذنب تجدها ضعيفة أو موضوعة، لدرجة وصلوا إن إيه حتى يزيد بن معاوية قالوا لم يثبت عنه بالإسناد الصحيح، لا ضرب السيف ضرب المصحف بالسيف وكده، ده كلام الإمام الغزالي والكلام الإمام الزبيدي، وإحنا عملنا في بحث كبير ده من 6-7 سنوات وشرحناه في لازم، خلاص. فحتى يعني فإذا هم لم يثبت عنهم ما نسب إليه، أما بعض الكلمات نسب، زي يكون بعضهم مثلا شتم أو قال لفظ شديد في حق الآخر ده ثبت، خلاص، لكن إنهم فسقوا بعض أو كفروا بعض، ها. لذلك سيدنا كان شيخنا الشيخ المطيع عليه رحمة الله ودينا يقول إيه، لما قاتل معاوية سيدنا معاوية سيدنا علي كان جيوش سيدنا معاوية بتفتح بلاد فارس، لسه بتكمل فتوح فارس، ما استدعاش جيوشه عشان يقاتل سيدنا علي، كان جيوش مستمرة في فتح بلاد فارس وبلاد الروم، ما استدعى أحدا من جيوشه، فكلهم عدول ثقات، بل هم أعلى من العدول والثقات بأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة، ها، ولم يستثني الله تعالى أحدا أو كما ورد عنه.
الثاني أصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم، سواء كان في الفتن كان تبع سيدنا علي أو تبع المعاوية، ها؟ لكن ما حدش من الصحابة لابس الفتن بتاع قتل سيدنا الحسين غالبا كده، فيش حد كان معاه من الصحابة مقتل سيدنا الحسين عليه السلام. أبناء صحابة، أبناء أصحابه التابعين، ما لناش دعوة بقى ليهم، مش داخلين في رضا الله رضي الله عنه ورضوا عنه، خلاص؟ هل في مسألة الصحابة وبعدين دخل فيهم كذب؟ يعني هم كانوا أصحاب التابعين دول اللي كانوا موجودين مع سيدنا علي وسيدنا معاوية، هم الأسباب الفتنة لأنهم ابتدأوا القتال بدون أن يأذن لهم الأمير، فثارت الفتنة فتقاتل الجيشين أو الجيوش بعد كده سواء في الصفين أو في وما إلى ذلك. نعم، قول المصنف الصحابة كلهم عدول ومن لابس الفتن. طب هل بقى لما في عند مذكرة مسألة الفتن يجب ممكن بقى نقسم الصحابة فيها درجات نعتمد على أقوالهم حسب؟ لا، هنعتبر ان منهم من اجتهد واصاب ومنهم من اجتهد واخطأ. فجمهور الأمة على ان سيدنا معاوية اجتهد، المجتهد مجتهد واخطأ فله اجر، مش آثم ولا اثم عليه، ماشي؟ بإجماع من يعتد به، خلاص ده إجماع من يعتد به في الصحابة. فيجي واحد يجرح في الصحابة ما ينفعش، وظاهر الناس مجرحين كانوا من أتباع مشايخنا وبعد كده انحرفوا عن هذا المسلك باعتبار ما ثبت عندهم من بعض الروايات، ها، إن اعتبر السب قادح أو إنه شتم يعني، فقالوا لا ده قدح فيه. وأكثرهم حديثا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس وعائشة. أبو هريرة قال إنه روى ما يقرب من 5700 حديث، كما ذكر ذلك الشيخ ابن علان في الفتوحات أو في الأذكار أو في شرح الأذكار، شرح الأذكار أو في شرح رياض الصالحين دليل الفالحين. وأكثرهم حديثا أبو هريرة ثم ابن عمر. طيب، وابن عباس وجابر ابن عبد الله وأنس وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأكثرهم فتيا تروى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أكثر واحد نقلت عنه فتاوى، لأن فتاوى الصحابة دي تجمع من ضمن النصوص التي تجمع لتحقيق المسائل الفقهية والأحكام الشرعية. وعن مسروق قال انتهى علم الصحابة إلى 6: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علم 6 إلى علي وابن وعبد الله بن مسعود، يعني علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. انتهى، أي يعني هم القمة في العلم، أعلى من الناس. انتهى علم الصحابة إلى 6: عمر وعلي وأبي وزيد أي ابن حارثة وأبي بن كعب، ها، وأبي الدرداء عمر وابن مسعود عبد الله بن مسعود. ثم انتهى علم 6 إلى علي وعبد الله وعبد الله. عبد الله إذا أطلق كده يبقى ابن مسعود على طول، ماشي عند أهل الحديث. ومن الصحابة العبادلة وهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو، وليس ابن مسعود منهم، وكذا سائر من يسمى عبد الله، وهم نحو 220. العبادلة 4 بس، ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو، وليس ابن مسعود منهم، وبعضهم أدخل ابن مسعود بدل ابن عمرو، وبعضهم قال الخمسة، فابن مسعود داخل طبعا، ماشي، لأنه إيه، وإن كان مذكور في أكثرهم فتية. وكذا سائر من يسمى عبد الله وهم نحو 220 اسمهم عبد الله، من مش فقهاء، مش داخلين ايه من انتهاء العلم اليهم او انتهت الفتوى اليهم في عهد الصحابه. قال ابو زرعه الرازي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و14,000 من الصحابه ممن روى عنه وسمع منه رضي الله عنه وارضاه، واختلف في عدد طبقاتهم، وجعلهم الحاكم 12 طبقة، والله أعلم. قال أبو زرعة الرازي
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه، كلهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يا رب كده أبو زرعة، لكن الموجود في الروايات 2000 صحابي بس، بل أقل. مسند أحمد فيه 950 صحابي تقريبا، يعني دول المروي عنه، لكن ممكن يكون نيبة الوحدان، واحد صحابي مذكور بحديث واحد خلاص، أو مذكور بحديثين ماشي. لكن سيدنا أبو زرعة الرازي يقول إن هي في 114,000، لو قصد أهل حجة الوداع ففيهم روايتين، 114 و124,000، ولو قصد مجموع الصحابة ففي اللي كان في المدينة ساعتها واللي كان في مكة ساعتها ومحجش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قال سيدنا نور الدين إنه قد يصل عددهم إلى 150,000 صحابي خلاص. المشهور منهم في كتب الأسماء 9,000، والمروي عنهم لا يتعدى 2,000، ده اللي نقل عنه رواية بالفعل. واختلف في عدد طبقاتهم، الناس قسموا الصحابة إلى طبقات، منهم من قال طبقة الصحابة كلهم وده الأئمة الأكابر، لكن سيدنا يعني هو أراد أن يفصل أكثر كأنه نوع من الإجمال والتفصيل وليس فيه إنكار، لأن جماعتهم جمعهم لفظ الصحابة أو الصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في عدد طبقاتهم، وجعلهم الحاكم اثنتا عشرة طبقة، والله أعلم. يعني جعل طبقة المهاجرين أولا، وبعدين الأنصار الأربعة، وبعدين 10 المبشرين، وبعدين المهاجرين الأنصار أهل بدر أهل أحد أهل غزوة الرضوان أهل بيعة الرضوان، دول أصحاب فضائل معينة، وبعدين إيه مسلم الفتح، وبعدين من أسلم بعد الفتح، وهكذا. فده التقسيم بتاعهم يعني. وبرضو يدخل فيهم صغار الصحابة، من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه، زي ما يكون طفل عنده 2 أو كده، 5-4، ومن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديثا، زي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وما إلى ذلك. فالسبب طبقات باعتبار ذلك. الثالث أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما بإجماع أهل السنة، ثم عثمان ثم علي، هذا قول جمهور أهل السنة. يبقى فيه إجماع على أبو بكر وعمر من أهل السنة، ثم عثمان ثم علي، هذا قول جمهور أهل السنة في عثمان وعلي. وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمان، وبه قال أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة قال كده. يعني الخلاف أصلا له أصل في تقديم الإمام علي على سيدنا عثمان، لكن ما فيش خلاف في تقديم أبو بكر وعمر على سيدنا علي ولا على سيدنا عثمان، ما فيش خلاف، أجمعوا على أبو بكر أولهم وإيه سيدنا عمر بعده، خلاص ما فيش خلاف في تقديم أبو بكر وعمر على سيدنا علي، لكن في خلاف بين إيه تقديم سيدنا علي على سيدنا عثمان. الجمهور على أن سيدنا عثمان مقدم على سيدنا علي خلاص، ولذلك سيدنا يعني نجد في التتبع كده تلاقي سيدنا علي، لا سيدنا عثمان، سيدنا علي عمل أشياء عجيبة مع سيدنا عثمان. أولا مع الخلفاء الراشدين، مما ورد على ذهني وأنا بقرأ سريعا كده في بعض الكتب، أن كل واحد من سيدنا علي لو كان هو صاحب الخلافة ما كان بايع سيدنا أبو بكر، ورد في مسلم أنه بايع أبو بكر، قال البيعة غدا، نص مسلم كده، قال له أنا بعد وفاة السيدة فاطمة عليه السلام استدعى سيدنا علي سيدنا أبو بكر، وأراد سيدنا عمر في مسلم كده أن يذهب معه، قال لا أذهب وحدي، وذهب وكلمه وقال أما مسألة المال، يعني المسألة ما كانتش في الخلاف، المسألة في إيه؟ في المال بتاع الميراث بتاع سيدنا صلى الله عليه وسلم، ففي لفظ مسلم كده أما مسألة المال يعني انتهى بوفاة السيدة فاطمة اللي كانت تبحث عن إيه ميراث أبيها، أو تريد أن تتصرف في إيه في المال الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفقة فيه. فقال إذن البيعة غدا، قال له البيعة غدا، سيدنا علي قال لسيدنا أبو بكر البيعة غدا، بيعه يعني الصبح تاني يوم، ما قالش لا مش هبيعك لأن الخلافة لي، لم يثبت له بعد أدلة كتير جدا خلاص. ولما جاء أبو بكر عايز يسافر يخرج مع الجيوش منعه سيدنا علي، قال لا تخرج يا أمير المؤمنين، قال له ما تخرجش أنت تقعد هنا عشان إيه حكم البلاد وتدير،
وبرضو سيدنا عمر لما أراد أن يخرج في بعض الفتوح منع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عليه السلام. ولم وسيدنا أما حوصر سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان في البيت مع سيدنا الحسن والحسين محاصرين، وسيدنا علي قال له آتيك؟ قال له لا، عشان ما ترخش الدماء، لأن لو أتاه الناس وراه هيقوموا فاتحين الباب على المحاصرين بالبيت وهيقتلوهم. قال له ما تجيش، لا يراد، يعني سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا يراد أن يرق قطرة دم من أجله وإن قتل هو رضي الله عنه وأرضاه. ولما ألقوا الحجارة على سيدنا في بيت سيدنا عثمان فقتل صبي صغير، فسيدنا أبو هريرة كان معاه مع سيدنا عثمان، قال حل القتال، قتلوا منا يبقى لازم نقتل منهم بقى، حلوا لأن هم بدلونا بالقتال وقتل. قال فأقسم عليه سيدنا عثمان ألا يقاتل ومنعهم من الخروج والقتال حتى دخلوا عليه وقتلوه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. والرسول بشره قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فسيدنا عثمان قال الله المستعان. أما كان في إيه؟ في الحائط الذي كان بجوار المسجد الشريف عليه الصلاة والسلام. فده الترتيب يعني، لكن كويس أنه نقل كده، لأن بجد الدكتور يسري يرى برضو أن هي قد الجمهور على تقديم سيدنا علي على سيدنا عثمان على علي، وبعضهم خلاف الجمهور، يعني مسألة مش إجماعية زي أبو بكر وعمر. وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة، في من أهل السنة مش الشيعة، تقديم علي على عثمان، وبه قال أبو بكر بن خزيمة. قال أبو منصور البغدادي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم تمام العشرة أي مبشرين الجنة، ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم بيعة الرضوان. وممن لهم مزية أهل العقبتين من الأنصار. يا عايز تشرب نسكافيه؟ هتفضل صحيح تسهر تقول لي نحصل ايه؟ اجيب لك الترابيزه دي سنه؟ لا خلاص انا حته وماشي. وممن لهم مزية أهل العقبتين، طبعا ايه العقبة الصغرى؟ هم ثلاث عقبات، في عقبة فيها ستة، وعقبة فيها 12، وعقبة فيها 71 أو ما إلى ذلك. فأهل ومن لهم وممن لهم مزية العقبة اللي فيها ستة دي الأولانية، وبعدين الـ 12 بعدها، وبعدين عقبة العقبة الكبرى. وممن لهم مزية أهل العقبتين من الأنصار، والسابقون الأولون، وهم من صلى القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان، وفي قول محمد بن كعب وعطاء أهل بدر. الرابع قيل أولهم إسلاما أبو بكر، وقيل علي، وقيل زيد، وقيل خديجة، وهو الصواب عند جماعة من المحققين، وادعى الثعلبي فيه الإجماع، وأن الخلافة في من بعدها. الله الله. والأورع أن يقال من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال. القول ده حلو قوي، جمع الصور كلها. وآخرهم موتا أبو الطفيل واثلة، ماشي، عامر ابن واثلة أبو الطفيل، سنة 1100، فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا هذا أبو الطفيل، ده في مكة. وأما أنس بن مالك في آخر الصحابة في البصرة، مات سنة 93، لكن أبو الطفيل مات سنة 110، مات سنة 100، وآخرهم موتا أبو الطفيل مات سنة 100 بل 110، وآخرهم قبله أنس سنة 93. الخامس لا يعرف أب وابنه شهداء شهد بدرا، وإلا مرثدة وإلا مرثدة وأبو. يبتدي يتكلم عن أهل الفضائل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الخامس لا يعرف أب وابنه شهد بدرا إلا مرثد وأبو. ولا سبعة إخوة صحابة مهاجرون إلا بنو مقرن، وسيأتون في الإخوة.
ولا سبعة أخوة صحابة مهاجرون إلا بنو مقر وسيأتون في الإخوة، ولا أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم متوالدون إلا عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، ولا وإلا أبو عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنهم والله أعلم. قال ولا سبعة إخوة صحابة مهاجرون إلا بنو مقر هاجروا سبع صحابة مع بعض وسيأتون في الإخوة، سيذكر الإخوة بعد كده. ولا أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم متوالدون، يعني أبو جد وجد وأب وابن، واضح دول أربعة كده مع بعض الأربعة ها أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله ابن أسماء بنت أبي بكر ابن عبد الله بن الزبير. ها ليه ما قالش؟ ليه اسمه قالش؟ ليه لم يقل؟ ليه لسه ما قالش؟ تعالي للتمييز بس. يعني كان ممكن يقول عبد الله بن الزبير ويكون يقول عبد الله بن أسماء هو، عشان ما يقدرش يقول عبد الله بس، عبد الله بس. ليه؟ لأنه كثير جدا. بس لو كان قال عبد الله بن الزبير ولا لا مش ينفع الزبير عشان أبوه جده ولم يكن تولدا منه. يبقى عبد الله وأمه أسماء. أيوة. ها وبعدين أبو قحافة. عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر وأبو قحافة، أبو قحافة أسلم. العوام ده لم يسلم. ها؟ العوام لم يسلم. نعم. ثبت إسلام أبي قحافة؟ آه. أما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان رأسه كثغامة، يعني بضعة عاملة زي التوم كده، حاجة بضعة زي التلج. فقال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السوائل وأسلم. اه اسلم. ولا والا اي بعض بعض ابو عتيق محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر ابن ابي قحافه، برضو دول ايه اربعه كلهم معاصرين صحابه وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والله اعلم. يجمعوا الغرائب يعني الاشياء الغريبه. قوله انه الاربعون معرفه التابعين رضي الله تعالى عنهم، وهو ما قابله وهو وما قبله أصلان عظيمان، معرفة الصحابة ومعرفة التابعين، بهما يعرف المرسل والمتصل، واحدهم تابعي وتابع، قيل هو من صحب صحابيا وقيل من لقيه وهو الأظهر. الله الله، برضو نفس الخلاف في الصحابة. طيب النوع الأربعون معرفة التابعين رضي الله تعالى عنهم، وهو وما قبله أي معرفة الصحابة أصلان عظيمان. النوع الأربعون بهما يعرف المرسل والمتصل، لأن لو هو تابعي قال رسول الله عليه وسلم يبقى ده مرسل لأنه أسقط الصحابة، ولو أنه صحابي ومذكور في الصحابة يبقى خلاص عرفنا أنه إيه صحابة يبقى متصل. واحدهم تابعي وتابع، ممكن يقول تابع أو تابعي. قيل هو من صاحب صحابيا أي كثرت صحبته لي أو صاحبه يعني قاعد معاه كتير، وقيل من لقيه وهو الأظهر، اكتفي باللقية من لقي الصحابة. ماشي. قال أبو حاتم قال الحاكم هم خمس عشرة طبقة، التابعين خمس عشرة طبقة، وبعضهم قسمهم ثلاث طبقات، أكابر التابعين أوسط التابعين أصغر التابعين، لكن الحاكم قسمهم خمس عشرة طبقة. الأولى من أدرك العشرة، من أدرك العشرة المبشرين بالجنة، قيس بن أبي حازم وابن المسيب وغيرهما. ماشي سيبوا سيبوا معنى انه شايف ترى بعض قطط كلام عليها. الاولى من ادرك العشرة مثل قيس بن ابي حازم وابن المسيب وغيرهما، وغلط في ابن المسيب فانه ولد في خلافة عمر ولم يسمع اكثر العشرة. ها أنا عندي وغلط
يعني اللي قال ان ابن مسيد من عشرة غلطوه، قالوا ده ولد في خلافة عمر يبقى ما شافش ابو بكر ولم يسمع اكثر العشرة، وقيل لم يصح سماعه من غير سعد، اي سعد بن ابي وقاص احد العشرة. واما قيس فسمعهم وروى عنهم ولم يشاركوا في هذا احد، وقيل لم يسمع عبد الرحمن اي ابن عوف، قيل لكن الاصح انه سمع، ده قيل يبقى ضعيف، الامام النووي مش على القاعده بتاعته. ويليهم الذين ولدوا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم من اولاد الصحابه، التابعين دول ايه اللي ولدوا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم من اولاد الصحابه، ومن التابعين المخضرمون، واحدهم مخضرم بحذف فتح الراء، وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وعندهم وعدهم مسلم 20 نفسا، وهم أكثر. قيس بن أبي حازم ده مخضرم أيضا، اللي هو ذكر في اللي هو إيه اللي لقي التسعة اللي لقي العشرة ده، خلاص ده قيس قالوا مخضرم، لأنه قال إن قيس بن أبي حازم عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. ويريهم الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة، ومن التابعين المخضرمون، واحدهم مخضرم بفتح الراء، وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره صلى الله عليه وسلم، وعدهم مسلم 20 نفسا، وهم أكثر من كده أكثر من ذلك. وممن لم يذكره أبو مسلم الخولاني والأحنف، إنهم دول مخضرمين عاشوا الجاهلية وعمروا كثير في الجاهلية وعمروا كثير في الإسلام. ومن أكبر التابعين الفقهاء السبعة، يبقى دول الفقهاء السبعة، ابن المسيب والقاسم بن محمد أي ابن أبي بكر الصديق، وعروة أي ابن الزبير، وخارجة بن زيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أي ابن مسعود، وسليمان بن يسار، وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بدل أبي سلمة، وجعل أبو الزناد بدلهما أبا بكر بن عبد الرحمن. ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة، ابن المسيب سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير، خلاص، وخارجة بن زيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ابن سعود، وسليمان بن سار، وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بدل أبي سلمة، وجعل أبو الزناد بدلهما أبو بكر بن عبد الرحمن وعن أحمد بن حنبل قال أفضل التابعين ابن المسيب، وقيل فعلقمة والأسود، فقال هو وهما. وعن أحمد بن حنبل قال أفضل التابعين ابن المسيب، قيل فعلقمة والأسود، الأسود بن يزيد، فقال هما هو وهما، كلهم أن أفضل التابعين سوى بينهم. وعنه لا أعلم فيهم مثل أبي عثمان المهدي وقيس أي ابن أبي حازم، وعنه أفضلهم قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق. وقال أبو عبد الله بن خفيف أهل المدينة يقولون أفضل التابعين ابن المسيب، وأهل الكوفة أويس، والبصرة الحسن. الله الله، ده أجمل عشان يبقى كله في إيه، يقول في كل جهة يعني. يقولون أهل المدينة يقولون أفضل التابعين ابن المسيب، وأهل الكوفة أويس، وأهل البصرة الحسن. وقال ابن أبي داود سيدة التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، الله، وتليهما أم الدرداء، دي واحدة تانية من غير أم الدرداء اللي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي داود صاحب كتاب المصاحف
سيدة التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وتليهما أم الدرداء. وقد عد قوم طبقة في التابعين ولم يلقوا الصحابة، وطبقة هم صحابة وطبقة هم صحابة فليتفطن بذلك والله أعلم. ده اللي ميزه إيه الحافظ ابن حجر تمييزا دقيقا في كتاب الإصابة. وقد عد قوم طبقة في التابعين ولم يلقوا الصحابة، وطبقة هم صحابة فليتفطن بذلك والله أعلم. إن ذكروا طبقة في التابعين ولم يلقوا صحابة، لا ده خطأ، اللي هو تمييز إيه بين درجات التابعين دول، لأن إيه طبقة التابعين الذي لم يلقى صحابي يبقى اسمه إيه؟ تابع تابع فتح الله عليه، أو تابع تابع ما يبقاش اسمه تابع، لأنه لقي تابع. وطبقة هم صحابة وطبقة هم صحابة فليتفطن لذلك والله أعلم. النوع 41 نعم وذكروا طبقة في التابعين وهم صحابة، ذكروا بعض أسماء الناس تابعين في طبقة التابعين وهم صحابة، فهمت؟ يعني في ناس ذكروا من التابعين إما هم مش تابعين أتباع تابعين أو هم صحابة أصلا وذكرون في التابعين، واضح؟ خطأ؟ لا ترجيع، ترجيع باعتبار الأدلة التي تدل. يعني واحد قالوا عليه تابعي وتلاقي في الآخر يطلع صحابي نتيجة أنه لقيا أو له رؤيا أو هكذا، واحد من أتباع التابعين نجي نبحث عنه ما لقاش ولا ما شافش صحابي خالص فيبقى من أتباع التابعين فنجعلوه من التابعين. ففي طبقة جعلوها من طبقة من التابعين جعلوهم صح هم أصلا صحابة وهم ذكروهم على أنهم تابعين، وطبقة من أتباع التابعين ذكروهم على أنهم تابعين لأنهم لم يروا الصحابة. رايح النوع 41 رواية الأكابر عن أصاغر، هتكلم عن علم الرواية. من فائدته ألا يتوهم أن المروي عنه أكبر وأفضل بكونه الأغلب، ثم هو أقسام. طيب من فائدته رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني واحد أكبر إما سنا وإما علما ها وما إلى ذلك حسب أنواعه، ها يروي عن واحد أصغر منه في السن أو في العلم. من فائدته ألا يتوهم أن المروي عنه أكبر، يفتكرش أن المروي عنه أكبر، ده أحد الأوهام. وأفضل لكونه الأغلب، الأغلب أن إيه يكون الراوي بيروي عن من هو أكبر منه، الشيخ أكبر من التلميذ، ده الغالب كده، فيتوهم أن الشيخ في رواية الأكابر عن الأصاغر دي أن إيه الشيخ أكبر من التلميذ، وده وهم لأن في الأصل أن الشيخ أصغر، التلميذ أكبر من الشيخ، ماشي التلميذ أكبر من الشيخ، ودي رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني لا الشيخ أكبر من الغالب أن الشيخ أكبر من التلميذ، فالأكابر عن الأصاغر يعني إيه الشيخ يروي عن التلميذ، آه الشيخ يروي عن تلميذه أو السن برضه. والفائدة الأخرى حتى لا يعتقد البعض أن هذا إيه قلب في الإسناد، ما ذكرش الإمام النووي، أما يجي يلاقي واحد سنه صغير وبعدين بيروي عن واحد سنه أكبر منه وفي طبقة مشايخه يقول لا ده الإسناد ده مقلوب على الراوي، لا نقول له لا مش مقلوب، واضح؟ لكونه الأغلب، ثم هو أقسام، أحدها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة كالزهري عن مالك وكالزهري عن خطيب، ماشي؟
الزهري يروي عن مالك، والزهري في طبقة مالك تقريبا، فيفتكر ان هو ايه ما يروي عن مالك ان هو ايه التلميذ يعني. وعن خطيب قال الشيخ الزهري عن الزهري شيخ مالك، الزهري شيخ مالك بن انس، والزهري يعني عن مالك. ودي مثال وكالازهري عن الخطيب، مش حد يصلح لي يا جماعه، كالازهري عن الخطيب. ومن هذا القسم ايه الازهري عن خطيب شيخ الخطيب، فما يروي الازهري عن خطيب يبقى ده ايه، او ده روايه الاكابر عن اصل. والثاني اكبر قدرا، الخطيب هنا هو الشيخ الخطيب البغدادي ولا الخطيب هو مين اللي بيروي عنه؟ الازهري عن الخطيب، هو الازهري عن الخطيب البغدادي. هو بدا من البخاري روى عن الترمذي. اي البخاري روى عن الترمذي حديثا، روى عنه حديثا. اي نعم هذا بيدخل في هذا الامر. نعم بس شيخ الخطيب الشربيني بغدادي الازهري على ما اعتقد من الخطيب الشربيني بغدادي الشرح كتاب البغدادي الازهري اظن الازهري ما بيروش عن الشربيني. ها الخطيب هنا البغدادي الازهري روعه الخطيب البغدادي ماشي، والازهري شيخ الخطيب ماشي، وكالازهري عن الخطيب. يبقى ده احدها ان يكون راوي اكبر سنا ماشي، والثاني اكبر قدرا كحافظ عالم عن شيخه كمالك عن عبد الله بن دينار، مالك اعلم من عبد الله بن دينار. والثالث اكبر من الوجهين كعبد الغني عن السوري وكالبرقاني عن الخطيب. الله ومنه رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار، ومنه رواية التابعي عن تابعه كالزهري والأنصاري عن مالك. ماشي الله الله مظبوط، مالك عن عمر، مالك تابع تابعي، ها والزهري تابعي والأنصاري برضو تابع يحيى بن سعيد الأنصاري، وكعمر بن شعيب ليس وكعمر بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه منهم أكثر من 20 من التابعين يعني، وهو تابع تابعي. ليه عمرو بن شعيب ليس تابعا؟ لأن هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أبيه اللي هو تابعي. ها مش أبيه وجده صحابيين ولا وجده بس لا، أصل اسمه عمرو بن شعيب بن محمد الله بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، فده ده عمرو بن شعيب ده جده الرابع عبد الله، جده الثالث عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، لكن عمرو ليس بمعروف، فهو تابع تابعي خلاص، وروى عنه اكثر منهم من التابعين، وكعمر بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه منهم أي من التابعين أكثر من 20 وقيل أكثر من 70. ماشي ماشي سيدنا، حضرتك ممكن تعيد تاني، هو عمر بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب هو بس من النسب ده عبد سيدنا عبد الله والصحابة، هو عمرو بن العاص صحابي برضه، عبد الله بن عمرو بن العاص جد الأقرب يعني، جد أب سيدنا عبد الله والذي لكن محمد هذا ليس محمد ده جد ابن جد عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، لان في خلاف كبير في هذا الاسناد، يقولون ايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، بعضهم قال لا ده اسناد منقطع، لان عمرو لم يلقى جده، لم يلقى جده، اذا كان جده المقصود محمد لم يلقى، وإذا كان يقصد عن أبيه اللي هو شعيب عن أبيه عن جده يبقى لا تقول. لكن المهم وصلوا في الآخر أنه في الحالتين حصلت اللقية، وأن الإسناد ده متصل، بل جعله أهل الحديث مثالا للإسناد الحسن،
السلسلة دي من عمرو بن شعيب وغيرت نهيلة دي إسناد حسن. مثالا الإسناد حسن، لكن قد يكون حديث ضعيف أو موضوع أو صحيح حديث أو ضعيف أو موضوع باعتبار النازل بعد كده الراوي عن عمرو عن عمرو بن شعيب. النوع الثاني والأربعون المدبج، المدبج ورواية القرين. القرينان هما المتقاربان في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم بالإسناد مش السن بس، فإن روى كل واحد منهما عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة ومالك والأوزاعي فهو المدبج، اللي هي رواية الأقران، رواية الأقران أي يروي عمن هو مثله. المدبج ورواية الأقران، فالمدبج تعرفته إيه؟ رواية الأقران، يعني هذا على سبيل الترادف أو تعريف كلمة أو التفسير لكلمة المدبج. رواية الأقران هو تفسير لكلمة المدبج، لأن العطف مش المخالفة بل العطف إيه؟ تفسير في كلمة واو. المدبج ورواية القرين. القرينان هما المتقاربان في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم بالإسناد فقط، فإن روى كل واحد منهما عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة، هم دول صحابة، يبقى مدبج. ومالك والأوزاعي دول تابع تابعين الاثنين، مدبج ماشي بس في عهد تابع التابعين، فهو المدبج. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة، هو إحدى معارفهم، أفراده بالتصنيف ابن المديني ثم النسائي ثم السراج. عندك السراج؟ نعم. ما في وغيرهم. أي اثنين إخوين أخين في أي طبقة هيجي دلوقتي. أخين في الصحابة، أخين في إيه؟ في التابعين، أخين في تابع التابعين من الرواة. خلاص؟ ده معنى إيه؟ الثالث معرفة الإخوة أي من الرواة، وهو إحدى معارفهم. إحدى أنواع المعارف الموجودة في رواية الحديث، معرفة من رواية الحديث ماشي، إحدى معارف رواية الحديث. أفرده بالتصنيف ابن المديني ثم النسائي ثم السراج وغيرهم. جعلوا معرفة الإخوة ده من باب أفراد العلم، علم اسمه معرفة الإخوة، فصنفوا فيه المؤلفات. مثال الأخوين في الصحابة عمرو وزيد ابن الخطاب، وعبد الله وعتبة ابن مسعود، الاثنين دول إخوة صحابة ودول إخوة صحابة. مثال الأخوين في الصحابة عمرو وزيد ابن الخطاب وعبد الله وعتبة ابن مسعود. ومن التابعين عمرو وأرقم ابن شرحبيل. وفي الثلاثة ثلاثة إخوة مع بعض، علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب، وسهل وعثمان وعباد بنو حنيف. دول في الصحابة بقى ثلاثة مع بعض إخوة، وفي ثلاثة علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب، دول ثلاثة إخوة مع بعض صحابة، وسهل وعثمان وعباد بنو حنيف. الثلاثة دي إيه؟ عثمان بن حنيف؟ عثمان بن حنيف صحيح. الثلاثة دول برضو صحابة إخوة. وفي غير الصحابة عمرو وعمر وشعيب بنو شعيب، عمرو وعمر وشعيب بنو شعيب. وفي الأربعة سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بنو أبي صالح، أبو صالح زكوان السمان أو صالح زكوان الزيات، فالزيات هو السمان، أبو صالح ذكوان السمان، أبو صالح ذكوان الزيات. له أربع أولاد، له سهيل وبيروي عنه سهيل بن أبي صالح عن أبيه، تجد كده في الأسانيد، وعبد الله بن أبي صالح ومحمد بن أبي صالح ومحمد بن أبي صالح وصالح بن أبي صالح ماشي. وفي الخمسة سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بنو عيينة. الله الله، سفيان بن عيينة له أربع إخوة كمان كلهم رواة يعني، وسفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بنو عيينة، حدثوا كلهم محدثين. وفي الستة محمد وأنس ويحيى ومعبد
وحفصة وكريمة بنو سيرين، الله الله، من التابعين دول، محمد بن سيرين تابعي، وفي الستة محمد وأنس بن سيرين، محمد بن سيرين وأنس بن سيرين ويحيى ومعبد وحفصة بنت سيرين معروفة، وكريمة بنت سيرين بنو سيرين، وذكر بعضهم خالدا بدل كريمة، وروى محمد بن وروى محمد عن يحيى عن أنس، عن أنس، عن أنس بن مالك حديثا. وهذه لطيفة غريبة، ثلاثة إخوة بعضهم عن بعض. وروى محمد أي ابن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك حديثا. الثلاثة دول إيه؟ إخوة متابعين، روى بعضهم عن بعض وعن أنس بن مالك حديثا. وهذه لطيفة غريبة، ثلاثة إخوة بعضهم عن بعض عن سيدنا أنس بن مالك. وفي السبعة النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن، وسابع لم يسمى بنو مقرن، صحابة مهاجرون لم يشاركهم أحد، لم يشاركهم أحد في الإيه؟ في أنهم سبعة، واضح؟ وقيل شهدوا الخندقة، والله أعلم. وفي السبعة النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وسابع، سابع لم يسمى، مش عارفين اسمه ايه، لكن هم لهم اخ سابع، بنو مقرن، صحابة كلهم مهاجرون لم يشاركهم احد في هذا، كلهم من مكة وهاجروا الى المدينة، لم يشاركهم احد في صفة انهم سبعة اخوة وكلهم مهاجرين. وقيل شهدوا الخندق، قيل انهم كلهم شهدوا الخندق، والله اعلم. النوع الرابع والأربعون، رواية الآباء عن الأبناء، للخطيب فيه كتاب، فيه عن العباس عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة، الله الله، للخطيب فيه كتاب، رواية الآباء عن الأبناء زي رواية الأكابر عن الصغائر، ده علم الوحي، عن أكابر عن الأصغر، وده علم تاني، رواية الآباء عن الأبناء، إن الأب بيروي عن ابنه. للخطيب فيه كتاب فيه عن العباس عن ابنه الفضل، العباس هو الفضل ابن العباس، فالعباس بيروي عن ابنه الفضل، عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة في حجة الوداع يعني. وعن وائل بن داود عن ابنه بكر، ها، عن الزهري حديثا، إن وائل بن داود ده له ابن اسمه بكر، فهو روى وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري حديثا. وعن معتمر بن سليمان قال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني، عن أيوب عن الحسن قال ويح كلمة رحمة، الله الله. وهذا طريف يجمع أنواعا بينتها في الكبير، الله. الإرشاد، ده هو كتاب الإرشاد. وعن معتمر بن سليمان قال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني، شوف الدائرة ازاي، ها، عن أيوب أي ابن أبي تميمة السختياني عن الحسن أي البصري قال ويح كلمة رحمة، يعني ليست تدل على الشقاء أو العذاب، ها. وهذا طريف يجمع أنواعا بينتها في الكبير أي في كتاب الإرشاد، ها. النوع الخامس والأربعون، رواية الأبناء عن آبائهم، الابن عن الأب، ده كتير بقى، لأبي نصر الوائلي فيه كتاب، وأهمه ما لم يسمى فيه الأب أو الجد، وهو نوعان، أحدهما عن أبيه فحسب، وهو كثير، أحدهما يقول عن أبيه بس ما يذكرش خلاص، ويكون جايب اسمه بس، اسم الراوي بس، ما يجيبش اسم أبوه، مش فلان ابن فلان عن أبيه، يقول لك عن فلان عن أبيه خلاص.
وأهم ما لم يسمى فيه الأب، يهتم بإيه من فيش اسم الأب أو الجد، وهو نوعان، أحدهما عن أبيه فحسب وهو كثير، والثاني عن أبيه عن جده كعمر بن شعيب عن ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، زي ما أنا قلت لكم السنة ده، عمرو بن شعيب عن ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده، له هكذا نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد، آراء فقهية يعني، واحتج به هكذا أكثر المحدثين حملا لجده على عبد الله دون محمد التابعي. ماشي، محمد بن عبد الله بن عمرو، محمد تابعي لأن عبد الله بن عمرو صحابي، ويبقى شعيب ده تابع تابعي، وعمر بيروي عن إيه؟ عن جده محمد، وده الصحيح، حملا لجده اللي هو حمل جد محمد عمرو اللي هو إيه؟ عبد الله دون محمد التابعي. أي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أراد بأبيه اللي هو شعيب، وأراد بجده جد شعيب اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإن شعيب بن محمد بن عبد الله، فإنه شعيب بن محمد بن عبد الله، وكان شعيب نشأ في حجر جده يتيما بعد أن مات أبوه محمد شابا، يبقى ما شافش أبوه ولا إيه روى عنه، لكن بيروى عن جده، شعيب بيروى عن جده، ماشي، مش عن أبوه، لأن أبوه مات وهو صغير، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله، فعن أبيه هنا يبقى عمرو بيروى عن أبي شعيب، وشعيب بيروى عن جده هو، جد شعيب اللي هو إيه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، لان ابو شعيب اللي هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص مات صغيرا وكان لسه ما تلقاش عنه شعيب، فالاسناد ده صحيح. نعم، هذا هنا يعني اما حقيقه ومجاز، ايه اما حقيقه ومجاز اللي هو ايه؟ لا، حسب الضمير، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، عمرو بن شعيب، خلاص، عمرو بن شعيب أبيه أبو مين؟ أبو شعيب، عمرو بن شعيب يروى عن أبيه اللي هو شعيب، ولكن عن جدي دي راجعة لشعيب، جد شعيب مين؟ اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وأبو شعيب من؟ محمد، هو متذكر في السنة، مات صغير، لا متذكر في اللي أنا قلت لك عليه، مكتوب هنا عن أبيه عن جدي كعمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص. مين اللي قال لك كده؟ عن أبيه عن جده كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، مش مكتوب عندك محمد؟ لا، صحاح عنك، أنا حافظها دي، عملنا البحث فيه، عمر بن شعيب عن ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن... أنت عندك في النسخة دي إيه؟ شعيب محمد ابن محمد عمرو بن شعيب أبو أبو شعيب مين؟ محمد؟ موجود في النسخة القديمة، وإن النسخة اللي عندي والشرح أيضا، مش حميل الدرس.